قبل التأبيد، زوجه منفعل ومتسرع وطلقني، حتى الأخت كان بيقول بأنه لم يبني، يعني هو مجرد أنه عقد فقط. أنا أتعجب، يعني رجل عاقد فقط وطلق امرأته مرتين، يعني أما لما يتجوز هيبقى محتاج كم يمين؟ هيبقى محتاج كم يمين ده؟ هو لسه ما بناش وطلق مرتين. فأنا أقول يعني الطلاق مسألة خطيرة، بعد ذلك يرجع الأخ يدور ويلف على المشايخ عشان واحد يقول له إيه بس كفر عن اليمين بمئة جنيه، وقد يكون اليمين مباشرا لا تصلح فيه الكفارة مطلقا. أمر عجب، وهذا أمر منتشر الآن، يمين مباشر يمين منجز أو منجز وكلاهما صحيح، يقع به اليمين في التو واللحظة لا تصلح له كفارة، لا تدفع 100 جنيه ولا 500 جنيه إطلاقا، وإنما تحسب عليك طلقة، ويجب عليك ألا تغفل هذا اليمين مطلقا ما دام مباشرا. فإذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق وقع اليمين، ولم يبق له إلا من واحد فقط، الطلاق مرتان مش ثلاثة، التالتة مش ليك، التالتة لا تملكها، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا اليمين المباشر، اليمين المنجز أو المنجز لا يصلح على الإطلاق أن يكفر عنه بإخراج مال. هذه مسألة وقع فيها كثير من إخواننا وأخواتنا. إنما اليمين المعلق ده فيه كلام تاني، إنك تقول للزوجة لو رحت عند أبوك هتبقى طالق، لو كلمت جارتك الفلانية هتبقى طالق، ده اسمه يمين معلق شرطي. إذا وقع الشرط الذي علقت عليه اليمين يقع اليمين عند جمهور العلماء، يعني حتى أنت في خطر وفي حرج. يا أخي ما شرع الله الطلاق لهذا؟ اللهم شرع الطلاق إلا إذا استحالت العشرة بين الرجل وامرأته بكل أدب، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يقول لها أنت طالق وانتهت المسألة. إنما تروح البيت السلطة ما تسخنتش تطلق، يا عمي ما بتسخنش أو شغل بقى ولا حول ولا قوة إلا بالله، تروح أعزك الله السوق عشان تشتري أعزك الله بهيمة، علي الطلاق تمنها كذا، هذا لا يجوز، وهذا والعياذ بالله من الأمراض والداءات الخطيرة اللي منتشرة الآن على ألسنة كثير من أحبابنا وإخواننا. وأنصح إخواني ألا يستخدموا هذه اللفظة، لأنهم قد يقعون في حرج بالغ، ثم بعد ذلك يدورون على المشايخ عشان يجدوا فتوى توافق الهوى، توافق الهوى. روح لشيخ يقول له أنا قلت أنت طالق اليمين الأول، والثاني يقول له قلت له أنت طالق، والثالث يقول له قلت أنت طالق، يقول له يا ابني خلاص يا أخي الحبيب خلاص، إن اللي وإن اللي راجعون، تلك حدود الله وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إزاي يا شيخ؟ تبوا العيال. الله، طب وإنت ما كنتش عارف إن في عيال؟ ما كان في أولاد وإنت عارف إن في أولاد؟ وبعدين واحد يقول الزوجة تقول له لو كنت راجل طلقني، يقول لها أنت طالق، وهذا والعياذ بالله مدخل شيطاني خبيث، لو كنت راجل طلقني، طب ما هو راجل، يقول لها أنت طالق، وبعد ذلك يأتي يقول والله أعمل إيه. فهذا يعني مرض، أنا أطلت النفس لينتبه كل مسلم ولتنتبه كل مسلمة. ثم أنا أذكر الأخوات والزوجات، لو طلق الزوج امرأته وقال لها أنت طالق أو تلفظ بلفظ الطلاق، لا تمكنه من نفسها أبدا حتى يسأل العلماء وحتى يستفتي أهل العلم، لا تمكن الزوجة التقية النقية زوجها منها أبدا إن تلفظ بلفظ الطلاق، حتى تذهب مع زوجها لتستفتي مع الزوج عالما من العلماء في قضيتها، لأن ربما تعيش المرأة مع رجل صار محرما عليها وصار أجنبيا عنها، طلقها مرة ومرة ومرة فأصبحت محرمة عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أو زوجا آخر بدون ترتيب، بدون ترتيب، بدون التيس المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له. إن تزوجت بعد ذلك وإن طلقت وإن أراد أن يرجع إليه فهذا لا حرج فيه، أما أن يرتب المسألة على تزوج المرأة أسبوع أو تزوجها ليلة، لا هذا حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أيضا منتشر في بعض الأماكن وهذا حرام، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا هو التيس المستعار الذي يعني حذر من صنيعه نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بسرعة نجاوب على سؤالين.